وهذه الأحوال المتفاوتة إنما تكون فتنة للعبد وتمحي الخلة. قال الله الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمؤمن يتقلب بين مقام الشكر على النعمة وبين مقام الصبر على البلاء، فيعلم علم اليقين أنه لا اختيار له مع اختيار مولاه ومالكه سبحانه وتعالى، فيتقلب في البلاء كما يتقلب في النعمة، وهو مع ذلك يعلم أنه ما من شدة إلا وسوف تزول، وما من حزن إلا ويحكمه ويتبعه فرج، وأن مع العسر يسرا، وأنه لن يغلب عسر يسرين، فلا حزن يدوم ولا سرور يدوم ولا بؤس يدوم ولا شقاء يدوم. فحياة الإنسان في هذه الدنيا بين مد وجزر تضيق وتفرج، لا تبقى هذه الحياة على حال. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وما ضاقت إلا وفرجت، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا ذهبتك أيها العبد المسلم مصائب الحياة، وضاقت عليك الأرض بما رحبت، فتذكر أن لك ربا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الله الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا نزل بك يوما البلاء وضاق بفسحة العيش الفضاء، فتذكر أنك لست أول من عانى مثله، فقد ابتلي قبلك أقوام، فزال البلاء وذهبت الشدة وجاء الفرج. فهذا يوسف عليه السلام ألقي في غيابات الجمر وبيع بثمن بخس دراهم معدودة، ثم اتهم في عرضه وسجن ظلما، ضيق بعض ضيق وشدة بعد شدة، لكن العاقبة هي كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فاعلم أيها المسلم الكريم أن بعد الشدة فرجا، وهدى يونس عليه السلام يلقى من السفينة في بحر متلاطم الأمواج، فالتقمه الحوت ففتح عينيه فإذا هو حي في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، ظلمة وسط ظلمة وسط ظلمة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يهاجم من طرف كفار قريش وصناديدها، ويتهم في عقله، يشاع أنه ساحر كاهن مجنون، يصلي عند الكعبة فتلقى على عنقه الأوساخ والقاذورات، ثم يخرج من مكة
الكفار فيتبعه الكفار ويقاتلونه، وفي النهاية يدخل مكة فاتحا متواضعا فيعفو عن كفار قريش ويقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبعد الشدة يكون الفرج. واعلموا عباد الله أن في الصبر على ما تكرهون خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالحياة الدنيا عباد الله مليئة بالمحن والمتاعب والبلايا والشدائد والنكبات، فهي لا تدوم على حال أبدا. فعلى المسلم ألا يجزع مما أصابه ولا يحزن على ما فاته، فإن ذلك لا يرد فائتا ولا يدفع واقعا. وإن من أهم أسباب تفريج الكرب وزوال الشدة أن يكون العبد قبل وقوع الطائقة من الصالحين، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأن يكون من الذاكرين، لأن ذكر الله وتسبيحه مما يرفع الله به البلاء، فالذكر أنيس المكروبين. قال الله الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به كرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل يا رب من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعل راية الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر اللهم من استرعيته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، جلالة الملك محمد السادس
نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم اقر عينه بولي العهد مولاي الحسن واحفظه اللهم في اسرته الشريفه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين ونخفف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المحرمات واجعلنا يا رب هداة مهتدين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا الا جمعته ولا مسافرا في برك وبحرك من المسلمين الا سلمته وغنمته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم موتانا واصلح احيانا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. وتوفنا اللهم وانت راض عنا على مله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.